أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. رئيس الوزراء يناقش تدبير وضبط أسعار السلع مع وزير التموين. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم للجنة تدبير وضبط أسعار السلع، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية. وخلال الاجتماع استعرض وزير التموين تقريرا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار وفقا لما جاء بخطاب رئيس الجمهورية. العليا للانتخابات، اللجان ستظل مفتوحة حتى آخر ناخب. قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان إن اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية ستظل مفتوحة حتى آخر ناخب متواجد بمحيط المقر الانتخابية لتأخر فتح بعض اللجان. كما أشار مروان إن هناك أكثر من 36 ألف ناخب بالخارج حتى الآن بأكثر من 6000 صوت انتخابي من المرحلة الأولى شاركوا في الانتخابات البرلمانية 2015. القوات المسلحة تثبت محاولة تسلل أفراد عبر خط الحدود الدولية. قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إن قوات إنفاذ القانون المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي نجحت في إحباط محاولة لتسلل الأفراد عبر خط الحدود الدولية. وأضاف المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية أن العناصر المكلفة بتأمين المنطقة الحدودية قد رصدت فجر الاثنين قيام مجموعة من الأفراد الأفارقة بمحاولة التسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون وتحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية. وعلى الفور قامت القوات بإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات الأمن، مما نتج عنه إصابة مجند بطلق ناري نافذ بالظهر. مطار الغردقة الدولي يستقبل ثاني الرحلات المباشرة من الصين. استقبل مطار الغردقة الدولي الاثنين ثاني الرحلات المباشرة من العاصمة بكين التابعة لشركة اير ليجر، والتي كانت تقل على متنها 235 راكبا، وأدى الركاب سعادتهم البالغة لتواجدهم بمدينة الغردقة. المفتي لوفد الشيوخ الأمريكي من الخطأ إلصاق تهمة التطرف بالإسلام. قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أنه من الخطأ إلصاق تهمة التطرف بالإسلام، فالتطرف لا يرتبط بديانة معينة لأنه نتاج انحراف أتباع الأديان وليس انحراف الأديان، فالأديان إنما جاءت من أجل صلاح الإنسانية وتحقيق الاستقرار والنفع للبشر جميعا. جاء ذلك خلال استقباله للوفد الأمريكي بالقاهرة. الصحة حالة وفاة وثلاثة مصابين في اليوم الثاني للانتخابات. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة مواطن بمحافظة الدقهلية اليوم نتيجة أزمة قلبية خلال الإدلاء بصوته في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. ورصدت غرفة إدارة الأزمات المنعقدة بالوزارة لمتابعة أحداث الانتخابات إصابة ثلاثة مواطنين ما زالوا تحت العلاج والملاحظة، بالإضافة إلى 37 حالة مرضية علاوة على إسعاف 16 حالة في أماكنهم. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس دافئ شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والتي تكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة
الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية الشمالية شرقية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.